وبعدين استاذ احمد اهل تورغ هم الله سبحانه وتعالى. والله قبل كل شيء هم الله سبحانه وتعالى. والله احترامي لك واحترام المشاهدين واحترامي جماعتك في الكنترول. العار والخلقي علينا والله خيامهم الريح واخذتهم. العجاج الامطار عويل الصغار. لازم يتقوش الله. قامت استاذ احمد في اجتماع دارينا في فندق طرابلس يحكوا عن المهاجرين بتاعين بنغازي. ليش ما حكوش عن نبي واحد يصب يحكي عن المهاجرين تورغ استاذ احمد؟ ما باش ولا واحد يحكي عن المهاجرين تورغا. أو لامس غسان سلامة قاعد في جنوبي ويصالح بين أولاد السيمان وبين التبو. ليش ما يرش تورغا؟ ليش ما يرش تورغا؟ هذا مش مندوب علي ليبي حاطينه في بريمر متاع العراق الأولي. ليش ما يرش تورغا لديارها مضبوط إذا كان أمم متحدة؟ لكننا نطلب من الشعب الليبي، نطلب من الشعب الليبي وسط نظر. الرجل هذا ياهي ما عاش الثقب لحد غسان سلامة لين يرد أهل تورغا.